ايش رايكم، شو اخباركم، وش شغلتكم؟ كل شويه طبعا الروتين اليوم مالتنا هو تنظيف الشلال وتنظيف البيت هماتي. عشا من برا وسويت بس شعريه، حلاوه الشعريه ويا الشاربه، فخليكم ويانا. هسه هنا بديت انظف بالشلال والاغراض اللي داخله، فد الموتور ما طلعته لان اخاف من الشربه. طبعا مثل ما سمعتوا صوت ابو الغاز، دائما من نصور يطلع لنا صوت ابو الغاز. هنا بديت يعني شلون انظف بيت. والله انكسر ظهري من عنده، يعني صار تقريبا مشي ثاني مقاس الشلال. اي صح النار طلع نفس يعني بالمية في الحديقة، بس الشلال لا، ما مغاسة صار من الشكل. لأنه أساسا يعني اليوم مثل ما قلت لكم ما راح أسوي فطور، فحبيت إني أستقل الوقت، لأن يوميا أسوي فطور وشي أدوب يعني الوقت يعني يكفي. مو مالي اني اطلع يعني اغسل شلال واجي اسوي فطور، لا يصير يعني ما يضيع علي الوقت. فهنا لين ما مسوي فطور فطلعت قلت خليني استغل الوقت هماتين، يعني النظافة حلوة وهماتين هو صار له فترة اني ما منظفته. من بعد ما كمل يعني شلون صارت فرشة زينة، كبيت مي نظيف يعني من هماتين بي، حتى يعني شنو هو المفروض اطلع الماطور، بس انا اخاف ان ما طلعته الا انا ابو مصطفى طلع الماطور لانه كهرباء فاخر. طبعا صورت لكم الحديقة من داخل يعني من يم الشلال، فشنو يعني من داخل الحديقة، فد والله تجنن المنظر. هسه كمل التنظيف وشوف المنظر شلون صار يجنن. طبعا هسه التنظيفات البرا بالحديقة يعني كملتها كل شي ماكو، بنينا النظف تنظيف البيت لانه البيت هماتين يعني لا تنسون يعني طبه طلعه يعني طلاب تطلع المدارس، فيصير تراب يصير يعني رمل يصير بالبيت هماتين غسلته. طبعا هاي بعد ما كمل تنظيف الحديقة ويا الشلال وهماتين البيت، هنا هسه طبخت بس الشوربة وحلاوة الشعرية. طبعا هذا الفطور مالتنا مثل ما تشوفونه، سهمنا وسهمكم العافية.
ان شاء الله يا رب الفيديو عجبكم. اقول لكم مع الف سلامه، وان شاء الله استمتعتوا ويانا. احبكم كل شهوايه.